أثار زواج داليا وليد جنبلاط من شاب ينتمي إلى الطائفة المسيحية ضجة كبيرة في البلاد، فمن هو صهر البيك؟ وكيف سيكون وقع هذا الزواج في الطائفة الدرزية؟ وهل سينعكس سلباً على شعبية زعيم الطائفة؟ احتفلت ابنة الرئيس وليد جنبلاط يوم أمس في المختارة بزواجها من جوي الظاهر، نجل رئيس مجلس إدارة قناة الـ LBCI بيير الظاهر، حيث تم الزواج المدني قبل فترة زمنية في قبرص. الضجة التي تثار اليوم حول زواج داليا جنبلاط ابنة زعيم المختارة من مسيحي لم نشهد مثلها حين تزوج تيمور جنبلاط من ديانا زعيتر الشيعية، علماً أن وليد جنبلاط نفسه متزوج من خارج طائفته من شركسية أردنية وهي والدة تيمور وداليا وأصلان. وقد بارك الرئيس وليد جنبلاط لابنته داليا على زواجها من جوي الظاهر من خلال نشر صورة لهما، وكتب جنبلاط في تغريدة عبر حسابه على تويتر: ألف مبروك لجوي وداليا مع تمنياتي القلبية والحارة بحياة سعيدة وهانئة تسودها المحبة والاستقرار والنجاح. بس داليا جنبلاط لأنه هي بنت البيك تتجوز من غير دين وتكون مبسوط وفرحلة ويا لطيف وهيصة بدك تنبسط لغيرك كمان. في حين اعتبر البعض أن الزواج من غير طائفة مسموح لابنة جنبلاط بينما ممنوع لغيرها، وأعرب العديد من رواد مواقع التواصل عن تهنئتهم للعروسين، وجاءت التعليقات كالتالي: يحق للسيد وليد ما لا يحق لسواه، مبروك لوليد جنبلاط زواج بنته من غير طائفة لأنه يحق للبيك ما لا يحق للطائفة، بنت حضرتك ارتدت صح لأنها تزوجت من غير طائفة أو عملتوا تعديلات على الفتوى تتناسبكم. كما انتقد متابعون عبر وسائل التواصل سكوت المشايخ الدروز على زيجات الزعماء بينما يعترضون على العامة حين يقدمون على الزواج من غير ملتهم، حيث نشرت زوجة الفنان يوري مرقدي ألفة منذر فيديو تحدثت فيه عن تجربتها مع الزواج من خارج الطائفة الدرزية، حيث تم إخراجها من الطائفة ووصفها بالمرتدة والكافرة، كما وصف زواجها بالحرام، بينما بنت البيك تتزوج تحت أعين المشايخ من دون أي رد فعل. الزواج من غير دين عنا حرام، وبالتالي أنت بتصيري مرتدة وبتصيري كافرة ونحن مننكرك ليوم القيامة. ورأى البعض الآخر أن زواج داليا جنبلاط من نجل رئيس مجلس إدارة قناة الـ LBCI جوي بيير الظاهر نموذج للمصاهرة بين الطبقة السياسية والإعلامية.